أشكر القائمين على هذا اللقاء الوطني، وأخص بالذكر زميلتي وصديقتي سعاد سليماني التي أشركتنا في المشاركة في هذا الملتقى. مساهمتي بسيطة جدا، يعني بضيق الوقت يعني في تحضير هذه المداخلة، تتحدث حول مدينة أو عفوا منطقة مسيلة من خلال ما أعرف يعني ما نستنطقه من الكتابات اللاتينية التي اكتشفت في المنطقة. طبعاً الكتابات اللاتينية مرتبطة بالوجود الروماني، الوجود الروماني لمنطقة المسيلة لا نعرفه يعني بالتحديد التاريخ نتاعو، ما نعرفه هو الشيء المؤكد وجود تحصينات عسكرية على طول خط الليمس نظرا لطبيعة المنطقة. طبعاً هذه الكتابات اللاتينية ساهمت بقدر كبير في إعطاء معلومات هامة حول هذه التحصينات العسكرية. بالنسبة للمنطقة نشوف أنه حسب الجرد الذي قمت به وبمساعدة ما اكتشفته زميلتنا سعاد سليماني، وصل عدد النقاشات إلى 65 تقريبا نقاشة، وهو عدد يعني ضئيل بالنسبة مقارنة بمنطقة مثلا بسكرة وين تعدت 100 وشي كتابة. طبعا الشيء يعني الكتابات هذه نقولوا قد نرجعها لطبيعة المنطقة لأنها تحصينات عسكرية، ما نقدروش نقارنوها بالمناطق الشمالية وين كانت مستوطنات رومانية يعني عندها مدة من يعني ظهرت للوجود. فربما يعني أيضا لازم نشير إلى أمر مهم جدا، أنه في الفترة الاستعمارية كان نقدر نقول عليه ما نسميه بفحمة الاكتشافات تاع الكتابات اللاتينية. فالكتابات اللاتينية صار لها يعني عرفت عدة كما نقولوا احنا مصير متنوع، كاين منها مثلا اللي يكتشفها يعاود يردمها، كاين عندما تكون ماهيش عندها أهمية كبيرة، كاين اللي يديها كاريمون معاه قال يديها لدارو، كاين اللي يبيعها، كاين اللي يسرقها، كاين اللي تنقل إلى أماكن أخرى. الآن يعني أنا أطرح السؤال، ما هو مصير الكتابات اللاتينية؟ أين توجد النقاشات التي اكتشفت إبان الفترة الاستعمارية في المنطقة تاع المسيلة؟ أين هي؟ حسب التحليلات الأولى يعني حسب الأرشيف وحسب لي رابور اللي كانوا يديروهم الفرنسيين، يقول لك أغلبها كاين منها اللي نقلت ليبيرو زراب، يقول لك هكذا ليبيرو زراب في المسعده. حسب المعلومات اللي استقيتها يقول لك ما كان حتى نقشه. حسب معلومات هناك شخص من المنطقه راه عنده كما نقولوا احنا مجموعه كبيره من الناقشات تاع المنطقه. اذا لاحظوا ايضا نعرفوا كامل في كل المناطق انه كثير ايضا من الاشخاص استعملوا ناقشات في البناءات نتاعهم، كما نشوفوا مثلا بفضل زميلتي سعاد سليماني هذا النصب موجود في جدار احد البناءات تاع الخواص. يعني لاحظوا انه كيفاش يكون مصير هذه النقاش. الان يعني السؤال انا ادعو للمجتمع نتاع المنطقه يعني الغيور على التراث نتاعو انه يحاولوا يبحثوا اين هي هذه من عند الخواص عند ذلك حتى يقام جرد لهذه النقاشات، لانه استنطاقها يعطينا معلومات قيمه جدا عن الفتره اللي عرفتها الفترة الرومانية. بدون إطالة ما نقعدش يعني هذه الحوصلة حول يعني الكتابات، طبعا أغلبها في الفترة الاستعمارية اكتشف منها. أيضا من اهتم بالكتابات على المنطقة ممكن نذكر ناصرة بن صديق عندما تكلمت على لتروب أوكسيليير دو لا موريتانيا سيزاريان، وأيضا لبوهيك أيضا عندما تكلم لزوكسيليير تاع لاميميدي. واخر الابحاث هي سعاد، وسعاد كي نقولوا الحضنه نقولوا سعاد لانه اصبح العمل نتاعها
مصدرا هاما للمعلومات في الفترة القادمة، فنرجع ليه كمصدر هام ونحييها على العمل الجبار اللي خذا منها نحو 20 سنة. فهنا راني أنا نحييك كثير على هذا العمل. حسب ما شفت أنا في المنطقة، لقيت أنه أقدم ناقشة وجدت هي وجدت بمنطقة أمجدان. مجدد سامحوني انا ربما النطق لانه ما نعرفش مليح المنطقه. ام مجدل هي اقدم ناقشه مجدده بالمنطقه، ونعرفوا انه كان في حس في المنطقه. هنا الشيء المهم في هذه الناقشه هو تذكر هي تعود الى الامبراطور انطونينوس التقي، يعني سنه 148 القرن الثاني، منتصف القرن الثاني. ما يهم في الناقشة هذه وش راكم تشوفوا بالأخضر هو الإشارة إلى وجود فرقة عسكرية من كورتيس، فرقة عسكرية ليست فرقة كبيرة، كي نلقاو كورتيس معناتها فرقة شوية صغيرة، ما يشير إلى بداية التوترات في المنطقة التي استلزمت وجود تحسينات كما نقول هنا الاستعانة بفرق عسكرية. هذه أقدم ناقشة. نشوفوا أهم موقع في المنطقة حسب الناقشات هو القهرة. القهرة عندنا موقع إلكتروني يقول 15، ولكن بفضل الأرشيف وما جمعه لابورت عرفتنا باللي كان 31 ناقشة. علاش أهم منطقة في الناقشات؟ لأنه الموقع الوحيد اللي عطانا تنوع في الناقشات، نظرية، شرفية، جنائزية، الوحيد. أقدم ناقشة هي لجندي، كانت زميلتي البارح سراج تكلمت لنا على الإيكونوغرافي تاع هذه الناقشة، وطبعا عندنا هنا تبين ترسيخ الجذور كما نقول احنا المعتقد الديني اللي يرجع ما قبل الفترة الرومانية. هنايا الشيء اللي موجود في هذه الناقشة هي ليست ناقشة فعلا جنائزية لأنه ما تذكرش شحال عاش الشخص، لكن مهمة في المعلومات اللي تعطينا. دونك سي تاميلاز، دونك هو جندي من الفرقة العسكرية المشهورة، الفرقة الثالثة الأوغسطية، ويزيد لها لقب أنطونينا باش نبينوا باللي ترجع إلى فترة الإمبراطور كاراكلا. الشيء الجميل في هذيك انه يقول في حياته قام بانجاز القبر نتاعو، وهنا تحديد نوع القبر، نوع الكوبولا اللي يتكلم عنه، هو الصندوق كما راكم تشوفوا في الصوره هذا واقع، وهذا النوع من تاع القبور حسب الارشيف كاين عدد كبير منه في المنطقه تاع مسيله، ونلقاوه معمم في كامل المقاطعات الافريقيه طبعا. دونك هنا عندنا شكل من اشكال القبور اللي كانت موجوده في المنطقه. عندنا حسب موقع النقاشات تاع القهره قدرنا نخرجوا منها ما هي المعبودات التي كانت موجوده في المنطقه. دونك عبدوا واحد الاله اسمه ميلاكيبلوس. كيبلوس شكون هذا الاله؟ جا من سوريا. شكون جابوه؟ جابوه العسكر الفرق المساعده اللي جات تمركزت في المنطقه، في مسيله، منطقه مسيله، وفي منطقه بسكره في القنطره بوكوبلوس. دونك كي جابوا معاهم المعتقدات الشرقيه. دونك هو اله خارج، يعني ماهوش محلي، ماهوش روماني. عندنا ايضا من الالهه الاله سول. الاله سول هو اله الشمس، وحنا كي نجيو نشوفوا هو عنده شكل لاتيني، لكن كي نجيو نشوفوا بالحكم تاع مقبل الاله سول كانوا عرفوه السكان المحليين هنايا قبل ما يجي الجمر، عرفنا القمر، عرفنا الشمس الى الالهه. دونك هي الهه محليه خذات برك الشكل اللاتيني. ايضا الاله ميتخا، ميتخا هذا اله شرقي من بلاد فارس. شكون يجيبوه؟ شكون يعبدوه؟ يعبدوه العسكر من بكري، نلقاوه في لومباز، نلقاوه في كل المناطق اللي يكون عندها الطابع العسكري. دونك كي نلقاو الاله ميترا تقريبا 90% مرتبط بالجنب العسكري. حتى نشوفوا في الناقشه شكون دار الاهداء هذا، داروا واحد اسمه باستور.
ومن هو من الفرقة الثالثة الأوغسطية، وزايد هو عضو في الجناح العسكري البانولي. شكون لي بانوليا؟ هما المجاريين. شوفوا اللحم هو يعني في الفترة الرومانية تنوع الفرق العسكرية، المجاريين، الجرمانيين، يعني السوريين، يعني كما نقول هنا. وهنا نلاحظوا أنه في منطقة تاع سينا وفي منطقة بسكرة وجود البانونيين ستادير المجاريين والتدمرين السوريين بصفة كبيرة، يعني من بين الجنود المساعدين يتمركزوا كثير في المنطقة. عنده إلى جانب واحد معاه اللي داروا الإهداء، واحد اسمه ماكسيموس بينيفيكياموس، يعني مليحة هذه المناقشة لأنه يعطينا صفة هذا الجندي، هذا عنده صفة بينيفيكياموس، معناتها هذا الشخص راه وقفة من لي كورفي تاع العسكر. علاه؟ باسكو دار حاجة مليحة في المسار العسكري تاعو، ينحيولو شوية لي كورفي، ألوغ هو يسجلها بكل فخر في النقشة. عندنا في القهرة أيضا من النقشات الشرفية نقول عليها، هنايا وحدة في عهد الكورديانوس الثالث تشير جوستومون إلى الفرقة العسكرية السورية التدمورية، ويزيد يقول لك واش من نوع من الفرقة هذه، لساكيتا روميوم سيتادير الرومات، من تفاصيلة الرومات. عندنا أيضا توجور في القهرة الكتابة الوحيدة اللي نقدر نقولوا لها عندها طابع مدني، لأنه كلش في العسكري، وعندنا الكتابات الجنائزية للمدنيين، لكن بالنسبة للكتابات الرسمية الشرفية ما عندناش وحدة يعني تعطينا إشارة للجانب المدني، الحكم في المدينة، الاسم، اللقب تاع الحصن. دونك هنايا عندنا هذه الكتابة هذه مهمة جدا، رغم أنها مش كاملة كثير، لأنه ما تقلناش واش داروا هاد الأشخاص هادو، كوندكتورز، كوندكتورز هادو معناتها كوندكتور تاع مسير، واش يسير؟ يسير الأراضي الفلاحية، الضيعات الفلاحية، كما نقولوا حنا الملكيات تاع اللي كانت تابعة للإمبراطور. دونك هنا باللي المنطقة فيها كثير من الضيعات الفلاحية، وصح كي نجيو نشوفوا القاهرة يعني فيها أراضي زراعية خصب الله يبارك ما شاء الله، يعني حسب يعني حتى نظن أنه الحصن جاء بعد القرية، بعد ما بعد التجمع السكاني، لأن نجيو نشوفوا أن القاهرة فيها بازينات، فيها يعني التعمير البشري فيها يسبق بكثير يعني إنشاء الحصن. دونك هذه نقدر نقول عليها هذا الطابع الاقتصادي. ونشوفوا في المنطقة المجاورة، لقينا في المنعة، منعة لقينا ناقشة وين فيها إشارة لكولوني الأجراء تاع يعني يأجروا أراضي فلاحية تابعة للإمبراطور، يعني وهذا كي نجيو نشوفوا فيه كثير من التشابه. عندنا أيضا دائما في هنا ننتقل إلى موقع واحد آخر وهو تالمونت أراس اللي فيه الحصن المشهور جدا. هنا واش لقينا؟ ناقشات كلها شرفية، كلها شرفية، كما نقولوا عبارة عن ناقشات أنصاب أميال، أنصاب أميال اللي كانوا يحطوها على الطريق تاع ليمس، الحدود كما نقولوا هنا تاع الرومان، الرومان اللي حطوها في الجنوب. فنلقاو هذه الأنصاب أميال وتشير من منطقة المنظرة شحال كاين من ميل. دونك هنا مثلا الناقشة هذه مهمة جدا، لأنه هي فيها إهداء للإمبراطور سبتم سيفر، وتدل على وتشير إلى وليدو كاراكلا وغيتا، وهنا تشير إلى الحاكم تاع المقاطعة تاع موريتانيا القيصرية. فقط أشير يعني نقول له أن المنطقة تاع مسيلة كبيرة بزاف، فلاحظوا انه جزء منها تابع الفكري في التقسيم الاداري الروماني، جزء تابع مقاطعه موريتانيا القيصريه، وجزء يتابع مقاطعه نوميديا. هنا هذا الاراس تابع مقاطعه موريتانيا القيصريه، وهنا الحاكم مشهور جدا، حاكم هذا كما قال هو اللي نقدروا نقولوا انشئ الحصن في عهده. عندنا ايضا هنايا اشاره مثلا باش نبينوا شنو هي النصب الميلي،
انا سبقت يعني الصوره هنا اعطتها لي سعاد يعطيها الصحه. هنا هي اكتشفتها نصف ذيلها، وهذا هو نصف الذيل كيفاش يكون الشكل نتاعو، ويحطوه في على الطريق باش يحط كان مسافه بين منطقه ومنطقه. هنايا نصف الذيل هذا، هنا مثال واحد اخر لنصف الذيل يحدد مثلا تاتيتي و اب اراس، يعني من اراس الى تاتيتي، هذاك هو اللغه. هنايا نصف الميل اللي اكتشفته سعاد ونشرت الناقشه، هنايا اكتشفت من خلال نصف الميل اللي اكتشفته سعاد ظهور اسم جديد لاحد الحكام نتاع المقاطعه. دونك هو اسم جديد لم يكن موجود من قبل، والتفاصيل كانت عطاتهم سعاد في المقال نتاعها. عندنا عين قريبيدي، عين قريبيدي واش وجدوا فيها؟ وحده برك، ناقشه وحده تابعه لسيدي عيسى. لك عين قريبيدي وجدوا فيها ناقشه وحده، لكن مهمه مهمه جدا، لانه في المنطقه هذه تعتبر الناقشه الوحيده التي تشير صراحه الى انشاء حزب. دونك هنايا الرسم الاول هذا هو موجود في الارشيف، هو الجزء الاول لناقشه عملاقه ضخمه جدا اللي كانوا رسموه الفرنسيين في الفتره الاستعماريه، وبعد جاء كاميا كمل الناقشه. هنا التكمله تاع الناقشه مهدات الى سبتم سيفير، وذكر وليده كاركلا وغيتا، وحاكم موريتانيا القيصريه اللي هو بيداس، معروف جدا هذا الحاكم، دار كثير من الاشياء في المنطقه. هنا الناقشه هذه دليل صريح جدا على انجاز كبير عسكري كبير جدا، يعني تشير صراحه الى حصن كبير، ماشي كما مثلا تاتيتي ولا ذاك وين تكون الحصون صغيره جدا، هنا انجاز ضخم. عندنا شفت انا في مثلا يقول لك غير محدد المكان تاع بعض الناقشات، يقول لك شط الحضنه ابرنش حضنه، بصح الموقع اكزاكتومون والله ما على بالنا. يعني هنا يعني انا ندعوكم ولاد بسي المنطقه انكم تحاولوا انكم تفيدونا على ان نجمعوا هذه الكتابات ونعرفوا وين راه. هنا ما تشير اليه الناقشه بالاخضر الفتره تاع كورديانوس الثالث، يقول لك ريستيتويت كوميان تيبوس، سيتادير هنا ترميم معابر او طرق. معناتها هنا واش ما نعرفوا باللي كان كانوا طرق وديجا راحوا فيها وتعاودوا تعمروا، يعني اقدميه الحصن وجود حصن وما على بالناش الموقع تاعو. من بعد عندنا موقع عين الريش فيها اربع ناقشات، واحده مهمه تهضر على واحد الفرسان تابعين للجناح العسكري لفلافي، ويزيدوا له اللقب سيفيريانا. كي نقولوا فلافيوس فلافيا يعني نسبه لفلافيا، يعني في القرن نهايه القرن الاول وبدايه الثاني. هنا وجات في فتره السوفيرينين باش يعني كما نقولوا احنا تزيد يعني تدعم باللقب سيفيريانا. دونك هي قديمه لهذا الجناح العسكري قديم، وعطى لها اسماء تاع شكون هذا الجنود، هاوليك واحد اسمه كوركيانوس موديوس اكسترا، مش راح نقراوهم كامل. وعندنا قدرنا نأرخوها بواسطه وجود اسم دو كونسول البينوس وماكسيموس. عندنا عين الريش هي مثال لكتابة جنائزية تاع شخص عادي باش نروحو ثلاثة. وعندنا تاتيتي عطاتها لي سؤال تاع في اللغة، هذه الكتابة فيها ريحة باسكو أول مرة تشير إلى واحد الفرقة عسكرية، فرقة عسكرية جرمانية. لي سينغامبري هما جرمانيين، يعني دي زالمون جاو من جاو كيما نقولوا هنا من الفرق العسكريه اللي جات للمنطقه. حنا واش ايضا واش يهم في هذه الناقشه
هي النقيشة الوحيدة اللي تشير إلى وظيفة نتاع العسكر واحد من الجنود. هذا واش خدمتو أكتاريوس؟ واش يدير؟ يعني يقوم بالأرشيف، يسجل واش داروا في النهار الفرقة المسؤول العسكر في هذاك النهار، خاص لا دوكيومونطاسيون كامل والأرشيف نتاع المنطقة نتاع الحس يسجلوا. دونك هذه الوحيدة تشير إلى وظيفة. عندنا أيضا عن سعاد نوع نقيشة واحدة أخرى نتاع فرقة عسكرية، دونك كما الأولى هذيك، دونك تؤكد وجود هذه الفرقة الجرمانية. وهنايا مسكينة الشخص مات في عمره 23 سنة ويقول لك شكون قتلوه؟ البربر. شكون البربر؟ يعني كاين فيه ثورات محلية بربريس. انتغيرتو سيعتذر إلى أيتي أنتهم يعني مات من قتلوه من غير. عندنا أيضا سموه الحقيقة موقع الخربة الرحابات موجود في متحف الهضمة. هنايا هي كتابة مسيحية تبدأ بكلمة منسى تاع سيلفانوس، هذا مسيحي وشحال هنا ناقشة مؤرخة بالعهد المقاطعة تاع موريطانيا القيصرية. هنايا 173 زد لها 39 باش تعرفوها بالميلادي، لانه مقاطعه موريطانيا القيصريه على بالكم كي كان يقول قتل بطلميوس اصبح التاريخ بسنه المقاطعه في موريطانيا القيصريه، مشوا التشريف لي اصبحت المملكه الموريطانيه رسميا رومانيه. هل وكاينه واحده اخرى منسى ايضا في شط الحضنه. انا واش حبيت نقول علاش جبتهم هذه الكتابه زين المسيحيتين، لانه الوحيده في مقاطعه موريطانيا وميميديا الوحيده اللي لقينا الشكل هذا، تبدا طاوله الجنائزيه تاع فلان لقيناه في لابو كونسولار في منطقه تبسة. بصح لا ميميدي و لا موريتانيا سازاري سي لي دو سول اكزومبل، ما كانش واحد اخرين. يعطيها الصحة سعاد لقات هذيك الناقشة اللي قالوا راك تبخرت نتاع كيفاش نتاع منطقة زامي اللي يعني نلاحظوا يعني تعود إلى الفترة البيزنطية، وين يقول لك نوفا يوستينيانا زامي سوب سو لو طون يعني تاع دومينوس ايديفيكاتا من لي فوندمون. دونك يافي لا فيل افون وهنا عاودوا بناوها من جديد ويزيل بريسيز ال فوندامنتيس سيتادير من الاساس. واخيرا سامحوني اخيرا عندنا اشاره الى وجود قديسين بالمنطقه. هذه الصوره خذيتها على سعاد لقاتها عند مونسو يا اخي مونسو. هنا تشير الى قديسين، واحد اسمه ميكائيل والاخر باولوس. طيب حنا نعرفوا لي زابوتر باولوس اي بيتروس بول اي بيان. طبعا انا واش حبيت نقول انه المنطقه تحتاج الى اعاده التدقيق في ناقشات نتاعها. وجود تشابه كبير بين القنطره و والاهره، اهم هو بالقاع لانه اعطانا كتابة جنائزية تاع مدنيين عسكريين، باللي ما هيش فقط الطابع العسكري، فيه الطابع المدني، طبعا فيه كثير من التفاصيل. إن شاء الله راح حفزتنا زميلتنا باش نروح. شكرا واستسمحكم كثيرا لأنه خديت شوية. شكرا.